بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الأعزاء نجدد لكم التحية مع شوطنا التاسع الذي انطلق على حضراتكم مباشرة مع الفئة الإبكار وانطلاقة موفقة مع مثيرة أحمد بن حمود الحارثي من ينطلق مع المركز الأول. المركز الثاني مرموقة ناصر بن حمد الوهيبي على ثاني المراكز. والمركز الثالث الشاهنية محمد بن منصور الغفيلي على المركز الثالث. والمركز الرابع هناك مع نوادر طارق بن ناصر الحارثي ينطلق مع نوادر. وخامس المراكز أوتار ياسم بن محمد المالكي ينطلق مع أوتار على المركز الخامس. هذه النتيجة. أعود إلى المركز الأول إلى الصدارة هذا الشوط. مثيرة مع المركز الأول أحمد بن حمود الحارثي ومن العرقل الموجودة يا الحارثي نتمنى لك السلامة. المركز الثاني بشعار الغفيلي المنطلق في هذه اللحظات وانطلاقة أيضا الشاهنية محمد بن منصور الغفيلي لكن مرموقة من الجانب الآخر ناصر بن حمد بن راكان الوهيبي. أعود مع المركز الرابع إلى المركز الرابع مياسة عبد الله بن سعيد بن زايد الحرسوسي لكن راح الحارثي يروح مع المركز الأول. انطلق نحو الصدارة هذا الشوط. الله 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 ما تهم العرقلة موجودة السبوق موجودة مع المركز الأول. انطلق نحو الصدارة نحو القيادة هذا الشوط. تابع يلي بتابع العجائب في الميدان موجودة. انطلق نحو المركز الأول بدون أي تحديات وضغوطات والآلي على ما تشاهدون هناك مع المركز الأول. ما شاء الله تبارك الله هذا النوع المميز الذي هناك ينطلق مع المركز الأول. تهانينا والناموس لك أيضا يا مالك مثيرة أحمد بن حمود الحارثي يا أبو شهاب. المركز الثاني مياسة عبد الله بن سعيد بن زايد الحرسوسي. المركز الثالث نوف حمد بن مبارك الوهيبي. توقيتنا زمن 2:05 هو التوقيت الزمني لهذا الشوط. تهانينا والنام